أنا حدا حياته خربت بسبب الحرب وللأبد. أحيانا بقول يا ريتني ما طلعت وصورت، ريتني قاعد في البيت. ايش يا معتز العزايز؟ اللي حكينا افعال معتز مش حنخلص، بدنا 6 حلقات. راجع نفسك يا معتز، انت في الجانب الخاطئ. اي انتقاد بوجهه لانه انا جاي من ارض الواقع. اي انتقاد له اللي بتاجر بدمنا، اللي بيغلوا الاسعار، اللي بيخبوا الاكل عن الناس. I'm from Gaza. I have no words for you. That is why I've risked my life to show you everything. I film everything I'm seeing. Every moment I capture is for you, to the world, to take action. حاول أكمل دوري يلي انحط علي، كمان فرض علي يلي ظرف بلدك فرضوا عليك. طبعا ما بنتمنى لحدا انه يجرب حتى حياتنا.